جيت بتكلم، لأنه للأسف المسؤول لما بجيله قاعد بالهدوء بالحكمة يعني بكل أساليب الهدوء ما قاعد بتعاون ومش سائل. أقسم بالله أحد الخلافات الرسمية بينه وبين أحد المسؤولين اللي في العقبة الكلكم على ملأ بتعرفوا منه، والله يا أخوان في أحد الجلسات وأنا قاعد بسولف معه، والله العظيم السبب الخلاف اللي بينه وبينه إني قاعد أنا في مكتبه بيطلب لي خمرة أشرب معه بيرة يا أخوان، والله على ما أقول شهيد من بعدها لأني زعلت من هذا الموقف. أقسم بالله حاربني، وأول مرة تسمعوا هذا الكلام ما كنت أنشر، أقسم بالله حاربني لأجل ذلك. وللأسف وجدت المسؤولين معه اللي حواليه ساندوه، مطلوب مني لازم أتصور في منظر، لازم يكون في خلاعة، لازم أقعد في جلسة فيها شرب، لازم أكون سران، لازم أكون فاسد، وإلا حرب عولمي. أنا بعلنها راضي بالحرب، راضي بالحرب بما يرضي الله عز وجل سأبقى. وبكرر وندفع ثمن هذا الكلام، ولكن هي جهاد في سبيل الله ونتاج عند الله بإذن الله. يا أبو الأمين، لأنك أنت بتخاف الله وقلبك مسلم ما عندك لف ودوران.